كثير يسأل إيش الفرق بين اللي يطبخ على الحطب واللي يطبخ على الغاز، وهل اللي يطبخ على الحطب أفضل ولا على الغاز؟ يا جماعة الخير، الفروق جدا بسيطة، لكن أحب أنوه أنه أهم فرق أنه اللي يطبخ على الحطب نكهته تكون بخورية أكثر، واللي على الغاز نكهته تكون سويتية أكثر. إذن الفروق بسيطة. طب إيش أختار؟ اختار اللي يناسب ذوقك، اللي يناسب اللي تكون جربته وعجبك، اختاره مباشرة يعني.